روي عن امامنا جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه انه قال صلاح حال التعايش والتعاشر ملء المكيال المكيال سابقا امهاتنا كانوا اذا ارادوا ان يطبخوا الارز العيش عندهم علبه الاناناس كانوا يغرفون فيها هذا المقدار مرة مرتين هذه الشيله نسميها هذا هو المكيال فالإمام الصادق عليه السلام يقول تخيل ان امامك مكيال مقياس لكمية الطعام هذا المقياس قسمه الى ثلاثة اقسام طيب بعد ذلك يقول الإمام ثلثاه ثلثين منه فطنة وثلثه تغافل اذا اردت أن تتعايش مع الناس وتتعاشر مع الناس بشكل يضمن لك صلاح هذا التعايش أن يكون إيجابيا وأن لا يصيبك الأذى إلى قدر معقول في هذه الحياة اسعى أن تحافظ على هذا الأمر بهذه الصورة من جهة ثلثين أن يكون عندك فطنة ونباهة بالنسبة إلى الأمور المهمة في حياتك وثلث منه التغافل الانسان في حياته اليوميه هناك العديد من الامور التي هي تمثل بالنسبه اليه عوائق او تمثل بالنسبه اليه مشكلات او اساءات ولكنها تافهه ليست ذات اهميه وبالتالي اذا صب اهتمامه لملاحقه هذه الامور التافهه غير المهمه التي تؤذيه نفسيا التي تسبب له الصداع التي تشغله عن الامور المهمه والامور التي يكون لها عائد في حياته هذا الانسان لن يصيبه الا الصداع من وراء متابعه هذه الامور والاهتمام بها والتفكير فيها ولماذا حصل هكذا ولماذا تصرف هكذا ولماذا قال هذه الكلمه ولماذا صار كذا وكذا وبالتالي يعيش هذه الحاله من التفكير والاذى النفسي والتشاغل عن مهمات الامور والنتيجه لا شيء في صالحه في صالحه يقول الامام عليه السلام في مثل في مواجهه مثل هذه الامور التافهه والسخيفه هو التغافل، التغافل هنا مهم بالنسبه الى الانسان كي يحقق لنفسه نوعا من السلامه الصحيه، في مثل دارج لطيف من حيث العباره وهو يتناغم مع هذه الحكمه من الامام الصادق عليه السلام طنش تعش تنتعش هذه حكمه دارجه على الالسن فانت في الامور التافهه الامور التي لا طائله من ورائها طنش وبالتالي تعيش حاله من السلامه الروحيه نفسيتك تكون مرتاحه ما تهتم ما تفكر وتبذل جهدك في الامور ذات الاهميه والتي تعود عليك بالفائده وبالنتائج الايجابيه لحياتك. الناس عندما يسيئون اليك قد يسيئون اليك نتيجه الحسد. قد يسيئون اليك نتيجه الجهل. قد يسيئون اليك نتيجه الحماقه. فاذا اردت ان تعطي جهدا للحاسد وللاحمق وللجاهل وللجاهل فانت الخسران. انت الخسران في هذه المعادله هو الذي جر رجليك الى ساحته اذا اردت ان تكون فطنا عليك بان تتغافل عن هذا الامر هذه الحكمه صالحه للتطبيق في الحياه الزوجيه اذا كل طرف يريد ان يحاسب الطرف الاخر على كل كلمه وتصرف صدر عنه ولو ولو عن غير قصد حين ذاك هو يتعب وسيؤثر هذا على طبيعه ايقاع سير ايقاع الحياه الزوجيه ستكون هناك الكثير من المطبات انت اذا تقود السياره في الشارع وهناك الكثير من المطبات في الشارع انت تتاذى جسمك يتاذى تفكيرك يتاذى ونفسيتك تتاذى هكذا الحياه الزوجيه اذا فيها الكثير من المطبات يعني كل كلمه وكل تصرف كذا انت تلاحقه وتفكر فيه او بالعكس الزوجه هذا متعب وهذا يؤدي الى هذا التعب النفسي يؤدي الى التعب الجسدي راحه الجسد من راحه النفس وراحه النفس من راحه الجسد وبالتالي هذا القرار بيدك انت ولذا امير المؤمنين علي عليه السلام روي عنه انه قال الاستقصاء فرقه ماذا يعني الاستقصاء فرقه يعني اذا تبي تتقصى تبي تتابع تبي تلاحق كل كلمه تصدر عن الاخرين وكل نظره وكل تصرف هذا سيؤدي في نهايه المطاف الى ماذا اذا هي زوج زوجه ممكن هذا يؤدي الى فراقهما مو بالضروره بالطلاق ولكن الفراق النفسي او الفراق الجسدي وما شابه ذلك او الفراق في الانسجام بينهما كذلك الاصدقاء اذا انت صديقك التابع عليك كل تصرف وكل فعل وكل حركه وكل كلمه هذا يؤدي الى ماذا يؤدي الى الفرقه وهكذا رب العمل مع الموظفين عنده وهكذا المعلم مع التلاميذ عنده وهكذا في نظرتك وتعاملك مع من يشاركونك الطريق وفي السوق وغير ذلك في كل نواحي الحياه. هذه الحكمه صالحه لان تكون وسيله من وسائل تحقيق الصحه النفسيه، السلامه النفسيه، راحه البال وان تعينك في التفرغ لانجاز الامور المهمه. والامور التي تعود عليك بالفائده سواء لحياتك الدنيا او لاخرتك صلاح حال التعايش والتعاشر ملء مكيال ثلثاه فطنه وثلثه التغافل نسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بامور ديننا ودنيانا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر